أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اليمن أصل الحكاية. من بين عدد محدد من الحضارات الشرقية والغربية كان اليمن اسمها ورسمها في طلائع الأمم الحضارية التي أثرت وتأثرت بالحضارة الإنسانية في كوكب الأرض. هذا ليس ما تقول النقوش اليمني فقط، والتي لا تزال شاهد حضاري على الصخور، على السبائك، في المخطوطات الجلدية التي تعرضت للمحو القاسي من قبل أطراف الإشتياح التاريخي المغلف بالكهنوت، ولكن ما تقوله أيضا كتب الرحالة والباحثين والمستكشفين الأجانب الذين أفردوا لليمن مساحة مهمة جدا في رحلاتهم الاستكشافية، والتي كلفت بعض الرحلات حياتهم، كما حصل في رحلة صاحب كتاب من كوبنهاجن إلى صنعاء، وهي الرحلة الدنماركية الشهيرة. المتأمل في الجذور التاريخية للحضارة اليمنية يجد أنها جذور عميقة استطاعت أن تثبت وجودها المادي في قلب التاريخ الحضاري للأمم الإنسانية، بالرغم من التجريف القاسي والمنهج ونهب أجزاء من الذاكرة الحضارية اليمنيين، وبالذات تلك المتمثلة بنهب الآثار وبيعها بالعملة الصعبة. ولا تزال الجذور التاريخية للحضارة اليمنية حاضرة ومحفورة مثل تلك الدلائل المادية واللامادية، وأبرزها التراث اللامادي الشفوي والتراث المادي الذي قاوم النهب والاستلاب. اليمني عبر تاريخه لديه حنين حضاري أكثر من الحنين العرقي، كما لم يثبت التاريخ اليمني نزعة يمنية تدعي الاصطفاء العرقي المرتبط بالسماء. وبحسب ملامح الجذور التاريخية للحضارة اليمنية، كان اليمني يقدم ذاته الحضارية أنه ابن الأرض، خلاصة الانتماء الروحاني والحضاري للكينونة اليمنية التي لا تتصادم على الإلهامات السماوية الإيمانية، والتي تعلي من شأن الإنسان وروحه وحريته ولا تستسلم للكهنوتيات الأرضية. من السمات الحضارية للشخصية اليمنية التواضع الذي له علاقة بطين الأرض وساقية الريف وجماليات الذات اليمنية الحضارية، من قصر غمدان إلى القمرية الملونة التي تعكس الروح اليمنية الحضارية متعددة الألوان. تواضع ابن الأرض المنتمي للتربة اليمنية والحقول والمدرجات والسواقي التي هندسها اليمني لكي تكون شاهد حضاري يعكس الجذور التاريخية للحضارة اليمنية، من أول حرف من حروف المسند لآخر أغنية يمنية كان مطلعها أنا يمني واسأل التاريخ عني. الإدراكات الحضارية للشخصية اليمنية جذورها التاريخية تشير إلى أن جوهر التاريخ هو ما أضافه أي شعب إلى كوكب الأرض للحضارة الإنسانية، من بصمات لها علاقة بالذات الحضارية الإنسانية التي تكرس أفكار إنسانية رفيعة، من بينها أن الإنسان طين أرضي وخلق آدمي من أرض اليمن وكينونته، إيمان حر بلا اصطفاء، وهي رسالة بالغة الحضور والحضارة جسد كم هو اليماني إنساني يرى السماء نور وفيها اكتماله دون ما نزعه باسم الولاية أو الخلافة. ملامح الجذور التاريخية للحضارة اليمنية تؤكد أيضاً أن الشخصية اليمنية كفرد ومجموع عبر التاريخ كانوا ذات حضارة متعددة ومتنوعة تعكس أفق حضاري مفتوح، كما لو أن اليمن بالنسبة للشرق كما هي الإغريق بالنسبة للغرب، تخلق من الأرض تفاصيل حضارية مهمة جداً، عقل متحرك ومتيقظ مبصر، تفكير تلقائي، رؤية كبيرة جدا تعكس عمليات هذه التفاعلات مع بعضها البعض، تفاعل الإنسان مع تفاعله مع الأرض، تفاعله مع المحيط لإنجاز هذا الفعل الحضاري الكبير. اليمن عبر التاريخ الحضاري كانت البداية وليس إلا ذات متجددة إنسانية متنورة بالحكايات التي تحكي أسرار الأرض، ليصبح روح اليمني روح حضارية قائمة على فكرة الإنجاز الحضاري، ولم تخضع الذات اليمنية الحضارية عبر التاريخ يوما ما لعبادة الأوهام. الهوية اليمنية التي شكلت عملية انتشار واسع في الأفق العربي لأسباب كثيرة جدا وعوامل عديدة جدا، أبرز تلك العوامل عملية الهجرة التي جعلت اليمني يذهب باتجاه عمق الهوية العربية، وجاء من أرض الأجداد الأوليين الذين تركوا بلاد العرب السعيدة، وسبب حوادث كثيرة أبرزها انهيار سد مارب، متجهين نحو الجزيرة والشام والعراق وشمال أفريقيا، وكان ذلك قبل الإسلام. أيضا اتجهوا إلى كل من مصر وجنوب شرق آسيا وصولا إلى الأندلس بعد الإسلام. شكلت الذات اليمنية حينها امتدادا عربيا لأرض الجنتين، البلد الأم التي تحاول أطراف دولية وإقليمية خلق انقسام طائفي وجغرافي لدوائر لم تكن في يوم ما هوية معتبرة في تاريخ اليمن الموقل في القدم،
كهوية حضارية واضحة الملامح مكتملة الأركان لأمة يمنية حضارية تمتد اليوم على رقعة مهمة جداً وجغرافية مهمة جداً في الجزيرة العربية. بحسب الباحث نبيل البكيري، يعد مصطلح الهوية جديد في حقل الدراسات الاجتماعية، ظهر منذ منتصف القرن الماضي مع بداية صعود التيارات القومية عموماً، لكنه جاء تعبيراً عن مرحلة جديدة في سياق تطورات سياسية كبيرة على مستوى النظريات وأيضاً على مستوى الواقع، وبحكم انبثاق ولادة مشروع الدولة التي كان الاستعمار دور كبير جداً في نشأتها وتشكيلها، لتبرز أيضاً هويات قطرية، العراق، سوريا، الأردن، فلسطين، هويات أيضاً ظهرت كنتاج لما بعد سايكس-بيكو. في اليمن تبرز على السطح بين فترة وأخرى تفاصيل كثيرة لا علاقة لها بالهوية اليمنية الجامعة. بالنظر إلى ما يمثل اليمن كمسمى ثابت تاريخياً، يتخذ في كل مرحلة من مرحلة التاريخ هوية سياسية معينة، والأهم من ذلك أنه حتى الهويات التاريخية السياسية استندت في جوهرها ووجودها في كثير من التفاصيل إلى كثير من التفاصيل الاجتماعية لطبيعة الدولة التاريخية ومسماها، وبالذات المسمى اليمني. من الملاحظ أيضاً أن كلمة يمن أو يمنات الواردة في المصادر التاريخية الكثيرة، وهي الاسم التاريخي الأطول بقاءً في المصادر التاريخية حتى هذه اللحظة، كمسمى لهذه الرقعة الجغرافية من الأرض التي تقع في جنوب الجزيرة العربية ومكة المكرمة ويمينها مقابل الشام وشمال الجزيرة العربية. وبالتالي المصادر التاريخية هذا تتحدث عن حدود اليمن المقصودة البحر الأحمر غرباً والخليج العربي وخليج عمان شرقاً والبحر العربي جنوباً وصحراء الربع الخالي وما يتاخمها شمالاً. هذه الرقعة الجغرافية من الأرض سكنت من قبل أقوام كلهم جاءوا من أسس يمنية، شيدوا حضارات كبرى ورائدة. استدعى مؤرخ اليونان الشهير هيروديت أن يطلق عليها بلاد العرب السعيدة أو العربية السعيدة، وهي إشارة إلى السعادة الحضارية لما كانت تتمتع به من عمران، زراعة، تطور سياسي كبير من منظور تلك اللحظة التاريخية طبعا. بالإضافة إلى أنها كانت مصدر وحيد في تلك المرحلة للعطور والبخور الذي كان يمثل تجارة رائجة في القرون الخمسة الأولى قبل الميلاد، وأيضا كان ضمن السلع المقدسة التي كانت تستخدم في المعابد. جذور الهوية التاريخية في يوم من الأيام وعبر التاريخ وعبر رحلات الاستكشاف تم التوصل إلى أنه لم تكن الهوية اليمنيين في يوم من الأيام هوية غير حضارية وغير تاريخية، ولم تكن أيضا موضوع للنقاش بالنظر إلى ما يمثله اليمن كمسمى ثابت تاريخياً، يتخذ في كل مرحلة من مراحل التاريخ هوية سياسية معينة، والأهم من ذلك أنه حتى الهويات التاريخية السياسية برزت في مختلف المراحل والتحولات التاريخية، وكانت تعتمد على أسس اجتماعية في بدايتها. كانت تشكل هذه الأسس الاجتماعية في بدايتها روافد الدولة الوطنية في تلك المرحلة، والتي كانت تتخذ العديد من الأسماء والأشكال، لكنها في الإطار العام حافظت على هذا الجذر التاريخي في الحضارة اليمنية. مسمى الشعب أيضا كما جاء في معظم النقوش المعينية كانت تطلق على الوحدات السكنية في تلك الدول، وهذا مؤشر جدا على تقدم المفردة اليمنية عبر الحضارات اليمنية القديمة. وحضور مفهوم الشعب في النقوش التاريخية للدولة اليمنية القديمة أيضا يشير إلى حضور كبير جدا لمفهوم المواطنة الحديثة في تلك الحقبة التاريخية التي ذكرته إحدى النقوش اليمنية فيما يتعلق بحقوق أبناء الأم المعينية من زوج غير معيني، في دلالة واضحة إلى الحضور القانوني والتشريعي المنظم والدقيق لحقوق الأفراد والجماعة في إطار الدولة اليمنية القديمة، حيث تم إنتاج حضارة وطنية راقية لها ملامح إنسانية واضحة المعالم. وبحسب رئيس قسم الدراسات الشرقية في جامعة برنستون، كل هذه المعلومة التي تحضرنا اليوم تؤكد وحدة الهوية التاريخية المدنية والحضارية للأمة اليمنية كنواة للأمة العربية التي تشظت في يوم ما وزرعت فيها انقسامات ما قبل وطنية. هذه الجذور التاريخية والملامح الحضارية للأمة الحضارية اليمنية تشير إلى أن العقل اليمني بحاجة إلى أن يبحث ويتأمل ويتوسع بالعديد من المصادر للتعرف على هذه الملامح الحضارية، ومن بين تلك المصادر الإكليل لأبو الحسن الهمداني
وكتاب شمس العلوم نشوان بن سعيد الحميري، وتكوين العقل العربي لمحمد عابد الجابري، ومادة للباحث نبيل البكيري عن صراع الهويات المأزومة. وهذه تعتبر من المراجع لهذه الحلقة المهمة. مشاهدينا الكرام، نذهب وإياكم لمشاهدة مناظر وملامح من الحضارة اليمنية مصحوبة بالأغنية اليمنية دايعة الصيت، أنا يمني واسأل التاريخ عني. أودعكم على طريقة تحية في الحضارة اليمنية القديمة. بسم الرحمن بدأنا، بسم الرحمن ختمنا، والسلام على ملكوت حمير وسبع. أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني، أنا يمني، أنا يمني، واسأل التاريخ عني، أنا يمني. أنا كونت معينا وسبا، أنا من شياد غمدنا ومارب، أنا كونت معينا وسبا، أنا من شياد غمدنا ومارب، أنا لولا إن أمي والأبا